السلام عليكم، معكم دكتور غجيل. اليوم بغيتو تعرفوا علاش انا فنان. مرحبا بكم. انا فواحد البيريود كنت كنرسم، ولقيت الرسم ما كيكسبريمينيش داكشي اللي عندي لداخل بزاف. كنت كنقلب على شي ماتيير اللي تقدر تهز داكشي اللي عندي لداخل وترجمو ليا لارض الواقع، ولا نحس بواحد التفريغ ذاتي من الداخل. كنت انسان تيتعصب. اول حاجه هاد الماده هي اونتي ستريس، كتعلمك الصبر، كتعلمك بزاف ديال الحوايج. عرفتي بحال هاج عرفتي القهوه ممكن ندوروها، كنعصروا قهوه وكنبقاو نخلطوها بحال هكا بالقهوه وكنحطو الكاس و تيبقى انا داكشي كيتستا، كتبان القهوه لتحت الكشكوشه الفوق. هكا درت ليها الطين، هذا شداتني وخلطاتني وحطاتني تستيت من تما وانا يا دكتور غرشيل. اكتشفت الطاجين، حاولت نشوف فيها ديك الشوفه ديال القصعه والطاجين، حاولت نشوف فيها اعمق. انا ما تزادتش، بقيت امي والاب ديالي مثلا تيقول لها كنبغيك مباشره، يقدر يقول لها بالفعل، ولكن تيقول لها جوج القول. انا وقت ربيت هكا، حتى انا كان في الاول كنت كنقلب كيفاش نكسبريمي داك لامور ديالي سون بارول، حيت ما كنتش كنقدر، ما تعلمتش انني نقدر نقولو بكلام. فهنا فاش تعرفت على هاد الماده وليت كنقولو، الوغ فما اي حاجه وليت كنقولها بلارجيل وبلي سكولتور اللي كندير. هكا عايش. انا ضد لي غاكل، مثلا بغيت نصور حاجه خصني ندير لها هاد الطريقه اللي هي معروفه ولا هكذا. صافي كنخدم حتى تنخرج داكشي اللي بغيت، كنامن بواحد الفكره ما كيهمنيش انني ننجح من المره الاولى، ما يجعلهاش تبقى 1000 مره وانا كنعاود. المهم نوصل للاوبجيكتيف ديالي. دابا كنحيد عليك سيدو، دابا مثلا هذا هو الشكل، ونقدر انني عاد نزيد نحت فيه، فهمتيني؟ دابا نقدر انني نلعب به كيف ما بغيت مثلا. وتخيل معايا انت كتعامل مع واحد الماده اللي انت جزء منها ولا اللي مصنوع منها، تخيل داك الكونتاكت الروحاني اللي بينك وبينها. الو انا في الحياه اليوميه ديالي ولا في لاغ ديالي ولا هذا، كنستمد الطاقه ديالي من المراه. المراه كتعاونني، الو كنت انسبيرا من المراه. لو كور دو لا فام بزاف كنت انسبيرا منه، لحقاش بالنسبه لي واحد الطاقه واحد الانرجي اللي فيه بزاف. تعليقاتكم كتهمنا، وما تنسوش تابوناو باش يوصلكم دائما الجديد.